علوم الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. افترض الإخصائيون أن نقص الفيتامين B6 يمكن أن يقف وراء الالتهاب المزمن، والمعروف أنه في حال أصيب الإنسان بالتهاب مزمن قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية والسكري. لذلك ينصح بتناول السمك والبقوليات والخضروات بما في ذلك الفلفل الأحمر والبطاطس لاحتوائها على الفيتامين B6. توصل العلماء إلى أن البطيخ يساعد على تخفيض ضغط الدم المرتفع والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، كما أن خلاصة البطيخ التي تحتوي على كميات كبيرة من الحمضين الأمينيين سيترولين وأرجينين يمكن استخدامها لتخفيض ضغط الدم العالي بصورة يمكن التحكم فيها. يتميز سمك السلمون باحتوائه على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ما يمكنه من أداء دور فاعل في خفض ضغط الدم، كما يؤدي تناوله مرتين في الأسبوع إلى خفض احتمال الإصابة بالنوبات القلبية بمعدل الثلث. علوم الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة.